وارحمنا بمحمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذهب المانعون عنك فقومي يا زينب، ذهب المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبسل، إذ لا أنت مسبية على كل حال، فاسحبي بعد خدرك الأغلال، لك بيت عالي البناء هدمناه واستبحنا خفافه والثقال، كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون رجالا، أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا، صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا، وكسوناهم الرمال ثيابا، وذقناهم المنون سجالا، وهي لا تستطيع مما عراها من دهى الخطب أن تدير مقالات. قل يا حسين مشي الغرب يا حسين، والله صعب ممشى، ش الفكر وين اللي يباري الحرم وياه، أبو علي خليت جسمك بالفلا ومشيت عنه، ودنوا المطايا ولليتامى غدت رنه، وما تسمع لذاك المغلل غير وان كل ما جذبه نحل جسمي ومزع حشه. آه جسمك رمية والكريم برمح منصوب، دنوا هوازلهم ولا ادري القصد يا صوب، للكوفة لو للشام وين احنا وهالدروب، وين اللي يساعدني على ضيم وكثر بلوى. اللي هالسفار يا ابن امي صعب والحاد يصعب، الحرمة ما تقدر لو خفق هالصوت تنحب،
وما الذي تنخاع للكرار تنساب والدهبر والدروب شبلاه بلا رايح ولا أبا عبد الله شسويش الفكر تقل له طاحت الطفلة يا أخو يمتحن بيها ما حد يركبها ولا يشفق عليها ما غير حاد يضعون بسوطة يجيها يور أمة تنهى وتنتخي ولا تشوف حم أبو علي مشي الغروب والله صعب ويا الغريبة والقوم ما بيهم زكي وما نجيبه وكل ما مشينا قال الكوفة ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد عنوان حديثي حول منهج القرآن في طرح المعرفة القرآن الكريم طرح الكثير من القضايا والكثير من المفردات الكثير من الموضوعات ولكن طرحها من الجهة التي ترتبط بهدفه وترتبط بغرضه غرضه هو الهداية القرآن الكريم كتاب من الله تبارك وتعالى موضوعه الإنسان وكل شيء تطرق إليه القرآن تناوله القرآن من هذه الجهة يعني من جهة الهداية والضلال إذا كان له أثر في الهداية والرد عن الضلال يتناوله القرآن ولذلك الآن سنضع أيدينا على أي شيء في كتاب الله طرحه القرآن مثلا القرآن تحدث عن مجموعة من الظواهر الطبيعية الظواهر الكونية شروق الشمس وغروبها والقمر والكواكب والأرض والسماء والأنهار وما إلى ذلك خلينا نشوف طبعا الشمس يعني الشمس لما تناولها الفيزيائي عند حديث الخاص فيها بحسب تخصصه يعني يقول مثلا هذه كتلة مكونة من الغازات النارية الملتهبة ما أدري درجة حرارتها ملايين الدرجات المئوية فيها انشطارات نووية و انفجارات وما إلى ذلك ما أدري قطرها شقد كتلتها شقد بعدها عن الأرض شقد السنة الضوئية عنه وما إلى ذلك هذه شغلة الفيزياء
المنجم مثلا وعالم الفلك أيضا عنده بعد شغل آخر عن الشمس، يقول إذا الشمس مثلا صارت في البرج الفلاني، إذا اقترنت مع النجم الفلاني مع الكوكب الفلاني وما إلى ذلك، بتصير حروب وبتصير أمطار وبتصير يعني زلازل وما إلى ذلك. الآن علم التنجيم بشكل مفصل أو علم الفلك، ومتى بيصير الخسوف ومتى بيصير الكسوف عفوا وما إلى ذلك. الشاعر مثلا يلاحظ الشمس على أساس أنها معلم من معالم الجمال، مفردة من مفردات الحسن، ولذلك الوجه الجميل مثلا يشبهونه بالشمس، وساعات بعد يبالغون يقولون هذا أجمل من الشمس. لاحظ يقول الشاعر: يا من تشبهها بالشمس والقمر. هذا الآن قاعد يتغزل في محبوبته وأنها أجمل من الشمس والقمر، فيقول: يا من تشبهها بالشمس والقمر، ما أنت مادحها بل أنت هاجيها، من أين للشمس خال فوق وجنتها. ما بيصفون، مو مشكلة. بينما شوفوا كل يبحث ويتناول الشمس من جهة الخاص، بينما القرآن الكريم لما جاء إلى الشمس، القرآن الكريم تناول الشمس بلحاظ الهداية، المقدار الذي يرتبط من ذكره للشمس بالهداية ذكره. مثلا يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. النبي ما أراد يدخل وياه في مهاترات، لأنه يعني سوى هو قاعدين جماعة وياه، لولا ذول الجماعة يعبدونه ويأتمرون بأمره ينتهون بنهيه. قول أنه اللي فجر الوفاق والجماعة، يقول ومستعد أن يكون عبد وأكثر من العبد له. فبعد إذا قال الحاكم أنه والله اللي سووا الانفجار في الرفاع هم الوفاق وجماعة الثوار، طبيعي هاي الأقلام كلها ومستشار الملك وما إلى ذلك. زين، فهؤلاء الحثالة اللي قاعدين ويا نمرود ما حد يقدر يواجهه، قال أنا أحيي وأميت، ما حد يقدر يقول له لا أنت ما تحيي، مع أنه يكذب مغالطة، يعني جاب اثنين هو حاكم عليهم بالموت وبالإعدام، وقتل أحدهما وأطلق سراح الآخر ومشت صفة قولي الجماعة. نبي الله إبراهيم ما أراد يدخليها في مهاترات، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. شوف القرآن لما طرح حديث عن الشمس، طرح حديث عن الشمس من هالبعد، لا طرح ما يطرحه الفيزيائيون ولا الفلكيون ولا المنجمون ولا الأدباء ولا غيره، لأن شغلته شغلة هداية، شغلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. شلون يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ يذكر كل شيء بلحاظ الجهة التي ترتبط بغرضه. زين، يقول جل وعلا: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها. أحسن، شنو هاي القضايا اللي ما يذكرها لك؟ ذلك تقدير العزيز الحكيم. يريد يقول هذه آية من آيات حكمة الله، عزة الله، قدرته، علمه وما إلى ذلك. زين، أفرض هذا نموذج من نماذج، أنا في الحقيقة شواهد حديثي. مثلا النفس، النفس أيضا الفلاسفة، قدماء الفلاسفة لما تعرضوا للنفس بحثوها بحوث مفصلة ومختلفة ومتعددة،
مثلا يبحثون والله هذه النفس داخل الجسد يعني حالة في البدن والبدن يحتويها أم لا، هي مقترنة به يعني تلازمه كما يلازم الظل صاحب الظل. بحث فروض عند الفلاسفة القدماء وقدماء الفلاسفة. مثلا هذه النفس مجردة لو مادية، هذه النفس شلون تدخل فيها المعلومات، كيف تنطبع فيها المعلومات وما إلى ذلك، سيل هائل من البحوث التي طرقها الفلاسفة. زين، علماء النفس، علماء النفس كذلك، يمكن محتاج الحمام هذا ابنكم، إذا محتاج الحمام بعد يعني صلوا على محمد وآل محمد. مثلا علم النفس، علم النفس فيه ما شاء الله من التخصصات والسياقات اللي مثلا في علم نفس تربوي، في علم نفس تجاري، في علم نفس مرضي، وما عشرات التخصصات من علم النفس، وكل واحد يتناول النفس من جهة اللي ترتبط بتخصصه. مثلا علم النفس الصناعي أو التجاري على سبيل المثال، هذا يدرس شلون احنا نأثر على نفسية المستهلك، شلون نخلي يشتري أكثر يستهلك أكثر، وشلون نأثر على نفسية العامل والموظف حتى ينتج أكثر أيضا. ولذلك مثلا هاي الدعايات، علم الدعاية هذا علم تصرف عليه المليارات، ليش؟ لأن بالنتيجة في قوانين نفسية، قوانين نفسية تتأثر بالدعاية. تمام، شوف الآن قنوات 24 ساعة بس دعاية، والدعاية للسلعة الواحدة تأخذ 3 ساعات أكثر. علم النفس التربوي مثلا، علم النفس التربوي شلون يقولون احنا نبحث كيف نؤثر على الطالب والمدرس، شلون الطالب يدرس زين وشلون المدرس يدرس زين. وهذه أيضا دراسات وأموال طائلة تصرف، وإحنا هذه الوزارة المحترمة أقالت المدرسين المربين المحترمين اللي يحملون رسالة ويحملون حرقة على هذا البلد وعلى أهله، وجابوا ناس أميين لا يفقهون من أمورهم شيء حتى يربون الأجيال، يعني دمروا العملية التعليمية. أيضا هذا بعد خاضع لدراسات، لكن دراسات شيطانية لها. إجمالا ملفات ما شاء الله. بينما القرآن الكريم لما يتعرض إلى النفس، القرآن الكريم عنده شغل ويا النفس، وهو شنو؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يجي يقسم النفس أقسام، لكن كل هذه الأقسام مرتبطة بماذا؟ بغرض الأساسي وهو الهداية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهكذا. لاحظ، فإذا تحدث عن النفس مو ما تحدث، لكن لم يتحدث عنها كما تحدث عنها الفيلسوف، ولا تحدث عنها كما تحدث عنها عالم النفس، ولا تحدث عنها كما تحدث عنها فيلسوف الأخلاق، وإنما تحدث عنها بما يرتبط بغرضه وهو الهداية والضلال. جيد، مثلا من ضمن الأمور التي تعرض لها القرآن أو تناولها القرآن الكريم الأمثال، ضرب أمثال كثيرة. زين،
هذه الأمثال التي ضربها القرآن الكريم ما هو غرضه منها؟ أيضا غرضه الهداية. ولذلك ما يكترث القرآن، عابه المشركون، قالوا شنو هالكتاب هذا، يوم يضرب مثل بالنملة، يوم يضرب مثل بالذبابة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يوم يمثل بالعنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فانزعجوا، يعني قالوا بأنه شنو هذا، قرآن وهذا كتاب إعجازي وهذا كتاب من عند الله تبارك وتعالى، وقاعد يمثل بهالحشرات الحقيرة. ايش قال لهم القرآن؟ قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. غرض الهداية. الآن ما دام ضرب المثل بالبعوضة يحقق الهداية، أضرب مثلا بالعنكبوت يحقق الهداية، بالذبابة، بالنملة، بما هو أقل. ولذلك يقول فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الغرض يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. القرآن الكريم مثلا، شوف أنا قاعد أركز على أشياء ذكرها القرآن، وأقول هكذا بأن كل شيء ذكره القرآن الكريم يريد من خلاله أن يوصلنا إلى الهداية والبعد عن الضلال، يعني الاقتراب من الهداية والبعد من الضلال. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى. ماذا ديدن القرآن؟ زين، تناول القصة مثلا. القرآن الكريم من أوله لآخره قصص، يعني حتى السور القصار مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كلها يعني السور الطوال مملوءة بالقصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مثلا أنت إذا تجي إلى الكتب الأدبية شلون تتناول القصص، تستغرق الكتب الأدبية، تستغرق في مثلا ذكر الأبطال، الشخوص، شخصيات القصة، أسماءهم، أوصافهم، يعني ساعات، يمكن 5-6 صفحات وصف للبطل، وصف للشخصية، شلون وجهه وشلون شعره وشلون طوله وشلون عيونه وشلون خشمه وشلون كذا إلى آخره. هذا الفن، الفن يستدعي ذلك، يعني فن القصة هو الوصف، الوصف كثير فيها وحبكة القضية. بينما القرآن الكريم لا، ما عنده هذا الكلام. القرآن الكريم يريد أن يحقق هداية من القصة، ولذلك ما يذكر أسماء. القرآن الكريم لا يذكر أسماء ولا تواريخ ولا تفاصيل ما لها علاقة بالهداية. أنت شايف مثلا الآن هذا المسلسل، مسلسل يوسف سيف، يوسف الصديق، زين جيد، يعني المخرج تمكن أن يوصل رسائل كثيرة. يعني هو الهدف كما يقول العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف في تفسير الميزان، الهدف من سورة يوسف هو أن القرآن الكريم يريد أن يقول لنا أن من كان مع الله، هاي الدنيا كلها وقفت في وجه يوسف، لكن لأنه كان مع الله تبارك وتعالى كان الله معه. هذا الهدف. ولذلك أراد من خلال هذه السورة، السورة الوحيدة اللي هي قصة كاملة، 111 سورة كلها تدور حول هذه القصة. زين، ما ذكر لنا أسماء، يعني لا أسماء أخوانه، لا أسماء نسوان أبوه،
هاي في المسلسل ذكرت والناس انشغلت عنها. صحيح، قلت بأن المسلسل جزاه الله خير قدر يوصل رسائل كثيرة، رسائل إيمانية، رسائل عرفانية، رسائل عشقية، العشق الإلهي قدر يوصلها. عفواً، لكن في نفس الوقت شتت ذهن المشاهد إلى حد ما، بينما القرآن الكريم تعال في أي قصة يركز على الغرض الأساسي من ذكر القصة وهو الهداية. مثلا لما يذكر أهل الكهف يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. زين، كم عددهم؟ ما لي غرض بالهداية. خو إذا عرفنا عددهم وش يعني؟ ما لي أثر في الهداية. إذا ما عرفنا ما لي أثر. اللي لي أثر في الهداية أن إيمانهم، إنهم فتية شباب كانوا يعيشون في امتيازات دنيوية تركوا هذه الامتيازات. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولذلك يوسف ما ذكر أسماء أخوانه، ما ذكر أسماء زوجات أبوه، ما ليه دخل بالهداية؟ اللي ليه دخل بالهداية الأخطاء التي وقع فيها إخوته، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هي نتيجة غلط وصلوا إليها من خلال مقدمات غلط. هذا أثارها القرآن. القرآن أثار أنه من كان مع الله كان الله معه، ولذلك هم أخذوه وبناءهم يقتلوه، بناءهم يبعدوه عن وجه أبيه، كل الأشياء اللي سووها انقلبت عليهم. لا، أرادوا أن ينسوا أباه إياه فزاد حب أبيه له وزاد وبيضت عيناه من الحزن. امرأة العزيز أرادت تسجنه فصار عزيزا وهي صارت ذليلة. لطيف شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ينقل يقول بعد أن أنهكت زليخة رواية تعبت، يعني كلما تتحرك تذكر اسم يوسف يوسف يوسف، إلى أن جاءت يوم من الأيام على باب قصره فقالت للحجاب اذنوا لي في الدخول على يوسف. قالوا لها يا زليخة نخشى أنه إن رآك يتذكر ما صنعت به، أنت اللي كدت به وسجنتيه وتهمتي أصلاً تهمتين أنت بالفاحشة، وهذا نبي من أنبياء الله المخلصين المحسنين المنزهين الطاهرين المقدسين، فنخشى أنه إن رآك يتذكر ما فعلت به فتكون النتيجة غير محمودة. اسمع ايش قالت. قالت لا أخاف ممن يخاف الله. أنا هذه عايشة وياه في القصر وأعرفه يخشى الله ويخاف الله، أدري ما يسوي في شيء، يعني لا تحمد عقباه. المهم استأذنوا يوسف في الدخول عليها فأذن لها. خو يوسف شايفها من قبل، شافها استغرب، قال زليخة ما الذي جرى لك؟ شلون يعني انت تغيرت؟ زليخة ملكة بالنتيجة، عليها علامات النعمة وآثار البذخ والترف، ما زادهاك؟ ايش صار؟ اسمع شنو جاوبت. قالت الحمد لله الذي صير الملوك عبيدا بمعصيته. تقول بأنه لأن أني عصيت الله تبارك وتعالى كنت ملكة صحيح، لكن المعصية أودت بي وصيرتني أشد من العبد. الحمد لله الذي صير الملوك عبيدا بمعصيته وصير العبيد ملوكا. أنت كنت عبد عندي، الآن أنت ملك، وصير العبيد ملوكا بطاعته. شاهد أن القرآن الكريم يركز على غرضه،
ما يشتت القارئ في الأحداث. نعم إذا كان مثلا بعض القضايا ليها علاقة بالهداية، يعني يفرض مثلا الوصف، وصف الجسم أو وصف الوجه أو وصف الجم، حينما يكون له علاقة بالهداية يذكره، مثلا يقول محمد صلى الله عليه وآله صلوا على محمد. رمضان يعني شهر الصلوات، من أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف فيه الموازين. لا بأس بالثالثة أيضا. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. لاحظ هنا هو القرآن ما قاعد يركز على الأوصاف، لكن لأن هذا له دخل في الهداية، حالة الجبهة وأثرها ودلالتها على السجود والخضوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. متى ذكر العلامة في الوجه؟ حينما كان له أثر في الهداية. لاحظ، ولذلك أقول بأنه أن تضع يدك على أي جانب وعلى أي مفردة في القرآن الكريم لن تجد أن القرآن الكريم يتطرق إليها إلا من حيث ما لها علاقة بالهداية. ولذلك تشوف يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هكذا يعني يطبقون القرآن على موارد الهداية والضلال. لاحظ، يعني مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. زين، إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، خب هذا الظاهر الأول منها وأد البنات، حينما كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء، رحم هذا مصداق. إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وإذا الموءودة سئلت، يعني الحسين سلام الله بأي ذنب قتلت. إذا الموءودة سئلت، هذا الرضيع الذي جاء به الحسين سلام الله عليه يستقي، يعني واقعا شوف شلون هاي الحالة، حالة تحريك القرآن وخصوصا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني طفل ظمآن، أصلا أنت لو تعرض القضية عرض إنساني مو عرض عقائدي، تقول واحد عند طفل رضيع، صح هو في معركة مع جماعة أخرى عدتهم 30,000 وهو وأصحابه كلهم ما يوصلون 73، قتل كل أصحابه، بقي هو وحيدا فريدا، بقيت معه النسوة وبقي معه الأطفال واليتامى والأرامل، وكان عنده طفل رضيع. تقول بعض النصوص أنه ولد في كربلاء، لا لا، جاء يستقي. يعني واقعا بعض الأوقات مثلا نشوف بعض اليوتيوبات، تشوف مثلا لبؤة ترضع غزال صغير، هاي الفطرة الحيوانية تحركت عندها، الرحمة تحركت عندها، مع أنه جبلتها وطبيعتها التكوينية أنها مفترسة، لكن شافت غزال صغير رضعته. بينما هؤلاء فقدوا الرحمة تماما، فقدوا الرحمة، مسوخ أصلا. ولذلك فعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يجي الحسين سلام الله عليه يقول لهم إن كنتم تخشون أن أشرب من الماء خذوه بأيديكم واسقوه ماء، أنتم اسقوا. شقد هذا يعني يحتاج من الماء؟ قطرة، قطرات، طفل قطرات يحتاج من الماء. فذبحوه من الوريد إلى الوريد واكتفوا بذلك،
أنا سابقا كنت أحقق في قضايا كربلاء والطاف وأقول بأن بعضها يمكن مثلا يحتاج إلى دراسة سندية وإلى دراسة تاريخية وتحقيق وما إلى ذلك. الآن ما أحقق، ما أحتاج، لأن اللي نشوفه هالأيام اللي نشوفه خير دليل على وقوع تلك القضايا. الآن توثيق وتلفزيونات وكاميرات وعالم إعلام دولي، ومع ذلك يطلعون القلوب ويأكلون القلوب، ينحرون الأطفال، لاحظ، يبقرون بطون النساء، يشون الأطفال. شو هالمستوى هذا؟ لاحظ. ولذلك الآن ما أحقق أقول بأنه هذه المشاهد والحوادث أكبر دليل على حقانية ما نقوله وما نرويه. بعض النصوص تقول الحسين سلام الله عليه دفن الطفل الرضيع في الميدان، يعني حفر له بسيفه ودفنه في الميدان. شوف هؤلاء يفتخرون الآن، الآن ها يتنافسون على القتل ويفتخرون بقتل الأبرياء وقتل الأطفال وأكل الأكباد والقلوب وقطع الرؤوس. نفس الشيء كان أولئك يتنافسون، كل قبيلة جت بكم راس، قبيلة عندها 15 راس وقبيلة عندها 10 وقبيلة عندها 8 وقبيلة، قبيلة من القبائل ما حصلت رأس أصلا ولا رأس، بس هم شافوا الحسين سلام الله عليه حينما دفن ذلك الطفل الرضيع في الميدان، عمدوا إلى ذلك القبر واستخرجوا ذلك الجسد الصغير واحتزوا رأسه. قلت لك كنت أحقق، لا ما أحتاج تحقيق أصلاً، يعني مو ما أستبعدها، أتأكد من هالقضية. وألقوا بجسده على صدر جسد أبيه الحسين سلام الله عليه. يجون بنو أسد ليلة 13 يوم 13، الرجال ينشغلون بنصب الخيام والأطناب، والنساء يمضين للمشرع يستقين الماء. رأينا فضائع، فضائع، لكن الأجساد كلها بلا رؤوس. يبين عليها اختلاف الأعمار، هذا شاب، ذاك كاهل، ذاك شيخ كبير، بين، لكن رؤوس ماكو، أجساد ممزقة. لا طبيعي، إذا الآن يمزقون أجساد شبابنا من باب أولى أنا ذاك. إلى أن تخطت إحدى الأسديات أشلاء القتلى ووصلت إلى ذلك الجسد الصغير، شافته امرأة عاطفتها ألزمتها أن تأخذ ذلك الرضيع تضعه على صدرها اتناغي. رحم الله ملا عبد الرسول السهلاوي يقول أخذته خلته على صدرها ولسان حالها يا طفل وين الساهرت ليك الليالي. شلون هذه الأم قاسية قلب، هذا خيال المله، يا طفل وين الساهرت ليك الليالي، مقسى قلبها سافرت عنك يا غالي، يا مسهرت لجلك وظلت بكت لالي، راحت ولا كنها عليك مساهر الليل. بعد عادة الطفل يناغون في الشفتين، ها عادة إذا طفل تناغي تحرك شفتيه بإصبعك، هاي ما أدري تحرك ماذا. يا طفل وين أمك يا مهجتها وثمرها، شنك يا غالي ما تربيت بحجرها، وإن كان شافت ذبحتك لله صبرها. بعد وش حال أبوك إن كان شافك دمك يسيل. إيه شافه، شاف دمه يسيل متى؟ عندما وضع يده تحت منحره
ورمى بذلك الدم العبيط نحو السماء قائلا: اللهم لا يكن هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالح. وهنا صورة لأبو يوسف بعدها، خيال أبو يوسف يصور هالحالة، يقول: فرفرت روحها وفك بوجه ابوها عوينته، وذاب قلب حسين من شافي لولح رقبته، وانحنى فوقه يشمه وغسل دمه بدمعته، ورجع ودموع يهلها وجد سكنة ناشدة: ويلي تقل ابو يسقيت اخي وجيتني بفاضل الماي، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشاي، اني خان بدهري شبيدي على الذي يروي ظماي، جذب حسرة وحط اخوها بين يديها ومدد نادتش صاير بخي تمدد فوق الثرى، قال: انا لا تنشديني وشوفي بحالش جرى، صدته لن فارق ولوداد مهبرة، نادت مدلل يا عقلش هالذنب منك ست، ومنعطفين أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرق، لقد ولد في ساعة هو ورد وفي أذنه من قبله السهم كبر. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. اللهم ارحم شهداءنا، فك أسرانا، اشف جرحانا ومرضانا، انتقم لنا ممن ظلمنا، أهلك أعداءك وأعداءنا، إله الحق آمين. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم.